بسم الله الرحمن الرحيم، نتحدث اليوم عن موضوع الأوبريتر أوفرلودينج. الأوبريتر أوفرلودينج هو ميزة في لغات البرمجة تسمح للمبرمج أنه يضيف إلى تعريف العمليات الأساسية في لغة البرمجة قدرات جديدة. شو يعني؟ يعني عملية الجمع اللي نعرفها مثلا بين أرقام سواء integers أو floats، تقدر تضيف عليها إمكانيات جديدة أنها تصير عملية الجمع معرفة بين مثلا employee و employee، أو بين circle و circle، أو بين أي object من class و object ثاني من نفس الكلاس، أو حتى من classes آخرين. تقدر مثلا من خلال operator overloading إنك تعرف عملية الضرب بين مستطيلين، أو عملية الضرب بين مستطيل ورقم صحيح أو رقم كسري. تقدر تعرف عملية المقارنة، هل هذا المستطيل أكبر من ذاك؟ أو هل هذه الدائرة أقل من تلك؟ تقدر برضو تعرف مثل الانسيرشن اللي هي العملية السي أوت، من خلالها يأخذ مدخلات ويطلعها على شاشة الأوتبوت. فالأوبريتر أوفرلودينج مرة أخرى هي ميزة تتيح للمبرمج أنه يضيف إمكانيات جديدة إلى العمليات اللي موجودة في لغة البرمجة. هذا هو المفهوم العام للأوبريتر أوفرلودينج. أمثلته، فكر في مثلا انك تخلي عملية جمع بين تو سيركلز تعرفها. الان المثال اللي امامنا مثلا في عندنا كلاس سيركل، في الراديوس داتا ممبر، وفي كونستركتر وستر وجيتر وبرنت. الان لو اجيت هنا على السيركل وقلت له A plus B، راح يعتذر الكومبايلر لانه ما يعرف ايش يعني الجمع بين تو سيركلز. لكن الاوبريتر اوفرلودينج يمكنك من انه عملية مثل هيك تصير معرفة. اوكي، اذا بدك تعرف هل A اكبر او يساوي B، هل الدائرة A اكبر من او يساوي B. هذه العملية في C++، في صلب C++ معرفة عملية الاكبر او يساوي للانواع الرقمية. الان هل هي معرفة للسيركل؟ لا. هل ممكن نعرفها للسيركل؟ نعم. كيف نقدر نعرفها للسيركل؟ السنتكس بكل بساطة نقدر نعرفها من خلال اضافة كود معين. الكود بكل بساطة يبدأ هو function، member function، طبعا public مشان تقدر تستخدمه publicly. شو بده يرجع؟ إذا بدك تقارن مثلا بين two circles، شو بدك ترجع؟ بدك ترجع true or false، so بدك ترجع boolean. بعدين تستخدم ال reserved word، الكلمة المحجوزة، ال keyword operator. بعدين العملية اللي بدك تعرفها لهذا الكلاس، اللي هي عمليتنا مثلا أكبر أو يساوي. الآن هاي العملية بدها تأخذ كم طرف، كم طرف لعملية الأكبر أو يساوي. فالأوبريتر عندنا هنا، خلينا نبدأ كمان نثبت بعض الكونسبتس، بعض المفاهيم. سو عرفنا شو يعني أوبريتر أوفرلودينج بشكل عام، هي قدرتك كمبرمج على إضافة إمكانيات جديدة للعمليات الموجودة في لغات البرمجة. عمليات اللي هي الأوبريترز، عمليات مثل أكبر من أو يساوي، أكبر من، أقل من أو يساوي، أقل من، هل يساوي، هل لا يساوي، هل العمليات المنطقية، في عمليات الحسابية اللي تعرفها، جمع، طرح، ضرب، قسمة، موديولس، في عمليات أخرى مثل الأقواس، أقواس الأري، الأرو، الأسايمنت، هذه برضو أرثمتك الأسايمنت. So كل هذه أمثلة على الأوبريترز. في طرف ثاني للقضية اللي هو الأوبرانت. الأوبرانت هي أطراف الأوبريترز. So أنت لما تقول له أكبر أو يساوي بي، بدك تطلع أكبر أو يساوي في له طرفين. سو هاي الأوبريتر يعتبر باينري لأنه له طرفين. بينما عملية مثل بلس بلس A البري إنكريمنت، هاي عملية يونري لأنها إلى طرف واحد. طبعا لاحظ ما زال يعترض عليهم لأنه لم نكمل تعريفهم حتى الآن. صحيح احنا بلشنا هون بس لسه ما كملناش تعريف كاملا، وقفنا حتى نشرح لك الموضوع. هاي لسه ما عرفناهاش نهائيا، راح نعرفها إن شاء الله فيما يتبع. اوكي، سو خلي هاي كومنت، نبحث ليش الكومبايلر حتى الان مش متعرف عليها. بكل بساطه مش متعرف عليها لانها هي تاخذ طرفين، وهو حتى اللحظه مش قايل له كم طرف تاخذ. الان هنا بدك تنتبه لنقطه صغيره. الاوبريتر اوفرلودينج يتم عندك من طريقتين، اما تعمله كممبر فانكشن، هذا الفانكشن اوبريتر اكبر من او يساوي اللي برجع بوليان، اما تعمله ممبر فانكشن او تعمله نون ممبر فانكشن. الآن إذا تعملوا member function وكان الأوبريتر أصلاً يأخذ طرفين،
ياخذ تو اوبرانت، واحد من الاوبرانت يختزل او ضمنيا يكون الاوبجكت المستدعي. اوكي، ذاكرين مصطلح الاوبجكت المستدعي. الاوبجكت لما تقول له اي دوت مثلا اي دوت برنت، برنت لن يستدعى الا من خلال اوبجكت من نوع سيركل، هاي البرنت. فالان هنا لما تقول له اي اكبر او يساوي بي، هو حتى اللحظه الاوبجكت اي هو المستدعي بوجه نظره. اوكي، يبقى عندك اوبرانت ثاني اللي هو الطرف الثاني للمعادله. هذا الطرف الثاني للمعادله نوعه سيركل، يفضل يكون ريفرنس لسيركل حتى يكون اكفأ في عمليه الباسنج، اكفأ من الباسنج باي فاليو، الباسنج باي ريفرنس كما تعلمون. ممكن تسميه ار، ار هنا انه هذا الرايت سايد، هذا الطرف اليمين بالموضوع. الطرف الشمال قلنا اللي راح يكون ما انه ممبر فانكشن الاوبريتر، الطرف الشمال هو اللي بيكون تقريبا مختزل بالكولر. اوكي، وبعدين شو العمليه هاي بدها تساوي هون؟ اوكي، طبعا حتى تحمي هذا الاوبجكت ار من انه يتغير في اي شيء، مع انه باي ريفرنس في مجال انه يتغير، يفضل انك تعمل له كونستنت. وحتى العمليه هاي بالنهايه ما بدهاش تغير اي شيء، عاده اكبر من او يساوي فقط مقارنه، مش راح تغير اي شيء على اي طرف من طرفي المقارنه. يفضل الفانكشن كله يكون كونستنت. الكونستنت الاولى هاي تحمي الطرف الشمال اليمين، سوري، الكونستنت هاي تحمي الطرف اليمين. اوكي، الان المقارنه كيف تصير؟ غالبا بدك تقول له اف radius، الان هذا الراديوس تبع مين؟ تبع المستدعي او الطرف الشمال. اوكي، اف radius اكبر من الار دوت radius ريتيرن ترو، و else return false. طبعا هذا كله كنا نقدر نستغني عنه بانه فقط return هاي، return نتيجة المقارنة مهما كانت، اذا true true واذا false false خلاص. اوكي، so return radius اكبر من مش اكبر من، لازم اكبر من او يساوي للدقة. اوكي، so اذا radius a اكبر عن او يساوي radius b راح ارجع لنا ترو. اوكي، الان المفروض هذه ستيتمنت مثلها تكون كومبليتلي فاين. فلو هون جينا قلنا له اي دوت سيت الريدس تبعتها سويناها 20، وجينا قلنا له بي دوت سيت سويناه 14 مثلا، وبعدين قلنا له اف اي اكبر من بي سي اوت اي از بيجر سيركل ذان بي، هذا الاوتبوت راح يطلع. سو هيك اضفنا الاوبريتر اكبر من او يساوي على الكلاس سيركل. هاي الطريقه الاولى، الطريقه الاولى انك تعمله ك ممبر فانكشن. الطريقه الثانيه انك تعمله ك نون ممبر فانكشن او ستاند الون فانكشن. اوكي، خلينا نعطي مثال كيف تعمل مثلا اوبريتر ثاني نون ممبر فانكشن. خلينا نعمل اقل من او يساوي. سو الاقل من او يساوي راح يرجع بوليان اوبريتر اقل من او يساوي. والان هنا بدنا نعرف كم طرف بدنا، كم اوبجكت بدنا. لاحظ هنا قلنا لكم الاقل اكبر من او يساوي ياخذ اثنين، واحد منهم متضمن او ضمنيا هو اللي على الشمال الكولر، بما معناه لانه هذا ممبر فانكشن بده كولر، والثاني اللي هو اللي على اليمين. الان هذا نان ممبر فانكشن فبده اثنين، بده الطرف الشمال والطرف اليمين، كلاهما من نوع سيركل، يفضل كلاهما تاخذهم باي ريفرنس حتى توفر على الميموري عندك، ويفضل كلاهما يكون كونستانت حتى تضمن انهم ما يتغيروش. اوكي، الان صار في عندك ليفت سايد ورايت سايد، شو بدك تساوي فيهم؟ بدك تقارن بين الريدس والريدس، بدك تقول له ريتيرن ال دوت ريدس. طبعا هذا ممنوع لانه ال دوت ريدس طبعا برايفت، فاما يكون هذا الاوبريتر اقل من او يساوي فريند في الكلاس سيركل، او تستخدم الجيترز اللي هو ريتيرن ال دوت جيت
هل هو أقل من أو يساوي r dot get. okay so رجع لي ال radius تبع l ال radius تبع r, وإذا ال radius تبع l أقل من أو يساوي ال radius تبع r رجع لي true true false false, رجع لي that's it. أنا معترض على r, قلت هنا should be constant لأنه قلت أصلا مش راح يغير على شيء, وإذا ما ضفتش هون constant مش راح يشتغل constant objects. okay so a is bigger circle than b, هذا اصلا من a اكبر او يساوي b. الان نقدر نشيك هل الاقل من او يساوي a اقل من او يساوي b هل تشتغل ولا لا. see out b is a smaller circle, انا بدي اغير ترتيبهم, smaller circle than A. هنا بدي أغير أولا B أقل أو يساوي, وللدقة هي مش بس هنا bigger circle, bigger circle or equal, okay bigger or equal circle, وهنا smaller or equal circle. yes so A is a bigger or equal circle than B, وهي حقيقة, و B is a smaller smaller circle equal than B, وهو كذلك. طبعا قلنا لكم انه هاي كنا نقدر نستغني عنها بإرجاع مقارنة مباشرة return l dot radius اقل من او يساوي r dot radius, بشرط اما انه الراديوس يكون اصلا public في الكلاس سيركل, او يكون هذا الـ stand alone function بيكون friend. كيف يصير friend؟ كما تعودتم انت تذكر الـ prototype تبعه. so الـ prototype هو بكل بساطة الهيدنج بدون تسميات, او اذا وضعت التسميات للـ formal parameters is fine. so هذا الـ prototype تسبقه بكلمة friend. okay لأن إذا أصبح هذا friend function تصبح هذه الجملة شغالة, لأنه بطل هذول private للأوبريتر أقل من أو يساوي, الفانكشن أوبريتر من أقل من أو يساوي. okay. لاحظ إنه البيلد succeeded, everything is fine, لكن لولا هاي الفريند كان أصبح في خطأ عندي هون, هو البيلد فيل. okay. بيلد فيلد, ولو كانت هاي public float radius ببطل البيلد فيلد كما تعلمون, لأنه بتصير public and that's it. so هذه طريقة أخرى, أنت مش مجبر دائما الـ operator overloading إذا عملته standalone function إنه يكون فهذا stand alone function, أنت مش مجبر إنه يكون friend function إذا كان standalone function, ممكن يكون يتعامل مع الـ getters الـ public getters, أو إذا كانوا أصلا الـ member variables أصلا كانوا public you are fine. okay وهذا member function. طيب هنا بعده معترض لأنه مش friend, كنا نقدر نعمل friend أو نعمل public أو نلغيها كلها. اوكي سو حتى اللحظة عرفنا شو يعني operator overloading, هي ميزة برمجيا, هي ميزة إنك تضيف قدرات إمكانيات لعمليات already موجودة, عمليات already معرفة في لغة البرمجة مثل الجمع, المقارنات, الأقل, العمليات بشكل عام, تضيف لها إمكانيات أو بتعمل extension لتعريفها بحيث إنه يشمل أنواع جديدة, تعمل extension معناها توسيع لتعريفها حتى تشمل أنواع جديدة. الجمع معرف على الأنواع الرقمية, ممكن توسعه حتى يشمل السيركلز مثلا, حتى يشمل الريكتانجلز, حتى يشمل الامبلويز. اوكي سو هون حتى اللحظة عملنا عملية الأكبر من أو يساوي كممبر فانكشن, عملنا عملية الأقل من أو يساوي كنون ممبر فانكشن, كنا نقدر نعملهم اثنين نون ممبر, كنا نقدر نعملهم اثنين ممبر. طبعا بشكل عام معظم الأوبريتورز تقدر تعملهم ممبرز ونون ممبرز, بس بدك تنتبه لموضوع الأوبرانتس, إذا كان ممبر دائما بدك تخصم واحد من الأوبرانتس. في عمليات ثنائية إذا كان ممبر بده يصير يأخذ one parameter الثاني ضمنيا كأنه الكولر,
إذا كان نان ممبر بده يضل ياخذ اثنين، إذا كان أصلا العملية يونري أحادية، إذا كانت ممبر مش راح تأخذ ولا باراميتر بشكل عام، إذا كان نان ممبر اليونري أوبريترز راح تأخذ ال one single object. أوكي سو الآن خلينا سو الأوبريتر شو يعني الأوبريتر، شو يعني الأوبراند، الأوبريتر العملية، الأوبراند طرف العملية، الأوبريتر ريزيرفد، وهذا كلنا حجز أوبريتر متبوعة بالسيمبل، هذا حتوسع تعريف الأوبريتر ليشمل هذا الكلاس. restrictions بشكل عام ممنوع تخترع أوبريترز جداد، ما فيش في ال سي بلس بلس عملية مثل هيك، أوكي تروحش تخترعها أنت، أوكي تلتزم بالعمليات الموجودة، توسع تعريفها مش تخترع عمليات جديدة. شو يعني ليفت هاند سايد؟ الآن قلنا لكم في العمليات الثنائية ال اتش اس اختصار لليفت هاند سايد، في العمليات الثنائية بيكون في عندك طرفين شمال ويمين، الليفت هاند سايد هو الشمال، الرايت هاند سايد اليمين. سو هون لما نقول لك اي اكبر او يساوي بي، الليفت هاند سايد راح يكون اي، الرايت هاند سايد راح يكون بي في العمليات الثنائيه. اوكي في خصوصيه للليفت هاند سايد بدك تنتبه لها. الان قلنا لكم بشكل عام تقدر انت معظم العمليات تقدر تعملهم اوفرلودنج الا العمليات هاي، هاي العمليات ممنوع تعملها اوفرلودنج، ممنوع تعمل اوفرلودنج للسايز اوف، ممنوع تعمل overloading للترنري اف السمبل اف او الانلاين اف، ممنوع تعمل overloading للسكوب ريزوليوشن، ممنوع تعمل overloading للدوت بوينتر واللي هي اوبريتر لحد الان ما خطوهاش، لكن نقولكم مسبقا انه يو كانت، واخيرا يو كانت overload access operator. اوكي الان هذول العمليات الاقواس او اقواس الاري او الارو او الاساينمنت، هذول اذا بدك تعملهم اوبريتر اوفرلودنج يو كان، بشرط انهم يكونوا ممبر فانكشنز. سو هذول اونلي از ممبر فانكشنز. الان في ريستريكشن بشكل عام اي عمليه الليفت هاند سايد نوت اوبجكت، يعني انا مثلا بدي اعرف بدي اعرف عملية الجمع مش بين تو سيركلز، بدي اعرفها بين رقم وسيركل، بين فلوت وسيركل. الان اذا بدي الفلوت يكون على اليمين ممكن يكون الاوبريتر اوفرلودينج ممبر، ممكن يكون نان ممبر اذا كان الفلوت على اليمين. اذا بدي الفلوت على الشمال لازم يكون الاوبريتر اوفرلودينج نان ممبر. سو اي عملية بدي اعملها اوبريتر اوفرلودينج الليفت هايت هاند سايد مش اوبجكت من الكلاس اللي بدي انا في صدده، then ال operator overloading must be done as an member function. okay. اي عملية الليفت هاند سايد مش اوبجكت بدي اجمع بين float ودائرة، مش بين دائرة وفلوت، في فرق. okay. إذا بين دائرة على الشمال وفلوت على اليمين ممكن يكون ممبر، ممكن يكون نون ممبر، لكن إذا بدي أجمع بين فلوت ودائرة مثلا لازم يكون، إذا بدي الفلوت على الشمال أولا ليفت هاند سايد الفلوت اللي هو مش أوبجكت من الكلاس اللي أنا في صدد التعامل معه، لازم يكون ال overloading as an unmember function. تذكير سريع، هذول لازم يكون دائما ممبر، بشكل عام ممكن يكون ممبرز نون ممبرز، هذول خصوصا لازم دائما يكونوا ممبرز، هذول ممنوع تعملهم overloading اصلا، ممنوع تخترع operators جداد، لازم دائما تنتبه شو يعني left hand side right hand side، هذول لازم نقولهم بصراحة للconcepts operands اللي هم نوع اثنين في الباينري وواحد في ال اليونري. طبعا في عمليات ثلاثية بالسي بلس بلس، بس هاي العملية اصلا مستثناة اللي هي الترنري اف، فمش راح نحكي عنها. بشكل عام اذا بدك تعمل اوبريتر اوفرلودنج لا لا الليفت بحيث انه يكون ليفت هاند سايد فاريبل او اوبجكت من كلاس ثاني غير عن الكلاس اللي انت فيه،
ممنوع يكون الاوبريتر اوفرلودنج داخل ذاك الكلاس، راح يمنعك الكومبايلر، لازم يكون نان ممبر او ممبر في الكلاس الثاني. اوكي، اذا بدي اعمل عمليه جمع بين ريكتانجل وسيركل، الريكتانجل بدي اياه يظهر على الشمال، السيركل على اليمين. الان في كلاس ريكتانجل تقدر تساوي الجمع هاي في كلاس ريكتانجل از ممبر، خارج كلاس ريكتانجل از نان ممبر، لكن ممنوع يكون داخل كلاس السيركل anyway. لازم يكون دائما نان ممبر بالنسبه لكلاس السيركل. نان ممبر اما ممبر بكلاس ثاني، كلاس الليفت هاند سايد، او كلاس او ستاند الون جلوبال فانكشن. اوكي، قد نكون صرفنا عليها وقت كثير، ممكن الامثله دائما توضح لنا اكثر. سو الان خلينا نحكي عن عمليه الجمع. بدي اعرف عمليه الجمع. اوكي، موضوع الفريند فانكشن قبل ما نروح على عمليه الجمع، مش انت ملزم دائما الاوبريتر اوفرلودنج يكون فريند، ممكن تستخدم الجيترز اذا كانوا بابليك، ساعتها مش محتاج يكون اوبريتر فانكشن، مش محتاج انه يكون فريند. وممكن اذا كان اصلا الداتا وهي شيء مش دائما موجود، انه يكون الداتا ممبرز بابليك، الاصل يكون برايفت بس ممكن يكون بابليك. اذا كانوا بابليك لا فريند ولا حتى جيترز مباشره تستخدمه. لكن اذا بدك اياه برضه يكون فريند يو كان دو ات. اوكي سو خلينا نعم ناقش موضوع نمبر 4، بس خلينا نحكي عن الجمع. سو خلينا نبدا اول شيء عمليه جمع بين سيركل وسيركل. سو جمع بين سيركل وسيركل راح يرجع لي برضه سيركل، اسم الفانكشن اوبريتر بلس. الان هذا تذكر انه هذا ممبر فانكشن الان اوبريتر بلس. الان عمليه الجمع بشكل عام تاخذ الطرفين، كونه ممبر فانت لازم يكون عندك ارجمنت واحد، اذا نم من برا لازم يكون اثنين. سو سيركل على الطرف اليمين باي ريفرنس رايت هاند سايد، مش غلط تسميه دائما رايت هاند سايد حتى انت ظلك مع هذا الكونسبت. و هيك ضمننا الكونستنت هاي، ضمنت لنا انه الرايت هاند سايد مش راح يتغير عليه في عمليه الجمع. ولما نضيف كونستنت هون كما قلنا راح نضمن انه الليفت هاند سايد مش راح يتغير، الليفت هاند سايد هون يكون ضمني لانه ممبر فانكشن. شو بتساوي عمليه الجمع؟ عمليه الجمع بكل بساطه تعرف لي سيركل جديده، خلينا نسميها ريزلت، اللي هي حاصل الجمع. والريزلت راح تكون الريدس تبع الريزلت يساوي الريدس تبع الليفت هاند سايد اللي هو موجود على this او موجود مباشره radius زائد الرايت هاند سايد دوت radius. اوكي، هذه هي الدائره الجديده جاهزه، دائما نرجعها return result. اوكي سو مثلا الان هون لو عملنا c تساوي a plus b، ساعتها وقلنا له c dot print راح تبين معانا هون. لو قبل هاي سي دوت برنت راح تشوف شو كانت سي قبل العملية وبعد هيك شو راح تصير سي. اوكي، بكل هاي البساطة. سو لاحظ سي لما عملنا لها برنت قبل ما مباشرة بعد تعريفها على الديفولت، عملنا ست للاي والبي، برنت للسي زيرو، بينما بعد ما جمعنا A زائد B خزناه في C، البرنت تبعت C كانت 34 اللي هي فعليا مجموع الريديوس تبعها، فC الآن أصبحت الدائرة مجموع الدائرتين هذول. إذا كان الجمع بين الدوائر هو فقط دائرة جديدة قطرها يساوي مجموع القطرين في السابقات. فكرة ثانية بجوز غفلنا عنها بالحديث، أصلاً هذه العملية معرفة لكل الأوبجكتس، مع أنك تقدر تعملها أوفرلودينج لأنها أوريدي معرفة. لأن متى نحتاج نعمل أوفرلودينج للأساينمنت؟ لما يكون في عندنا خوف من ظاهرة الميموري ليك. إذا بتتذكروها بالكوبي كونستراكترز، كنا نقول بالكوبي كونستراكترز
انه متى انا الكوبي كونستراكتور اوريدي الكومبايلر بيعطيني كوبي كونستراكتور، متى انا اعمل كوبي كونستراكتور، متى اعمل الديفايننج للكوبي كونستراكتور من جهتي كمبرمج، لما ما بدي اياه فقط يكتفي بالممبر وايز انيشاليزيشن. نفس الشيء للاساينمنت، اذا بدك الاساينمنت ما تكتفي بالممبر وايز انيشاليزيشن بدك تعملها اوفرلودنج انت كمبرمج، والا ستقع في مشكلة الميموري ليك. اوكي، راح نجي لها لاحقا شو هالقضية. طبعا تذكر دائما الاساينمنت الاولى بالانيشاليزيشن راح تنفذ الكوبي كونستراكتر، لكن الاساينمنت اللاحقة راح تنفذ الممبر وايز انيشاليزيشن الا اذا كنت عامل overloading للassignment operator. Okay. Yeah. So هذه عملية الجمع. طبعا احنا كنا نقدر هنا نكتفي فقط بالبروتوتايب ونعرف الاوبريتر على ستايل الاي دي تي، انه انه هنا فقط البروتوتايبز داخل الكلاسز، وبرا الكلاس نذكر التعريف كاملا، بس طبعا بده يكون هيك شكله لانه احنا الان اصبح خارج الكلاس. هذه الحقيقه كما تعلمون لا تعني الاوبريتر بلس، سوري الاوبريتر بلس طلعناه من هناك نهائيا، لازم نخلي بروتوتايب له داخل. الان اخراج هذا الديفينيشن برا الكلاس لا يعني انه اصبحنا الممبر فانكشن، وما زال الممبر فانكشن بس هون مذكور فقط على مستوى البروتوتايب، وخارج الكلاس مذكور الامبلمنتيشن كاملا له. هذه بيسك things بس مش غلط التفكير فيها بين الفين نتورك الاخرى. طيب الان هل كنت اقدر اعمل هذا اصلا operator overloading للبلس اصلا as a non-member؟ Yes I could. الان خلينا نعمل الماينس، نعمل non-member. اوكي، so الماينس برضو راح يرجع لي شيء من نوع سيركل، اسم الفانكشن operator ماينس، والان مع انه نون ممبر بدنا اياه ياخذ الطرفين. اوكي، الطرفين من نوع سيركل، الاول ليفت هاند سايد والثاني من نوع سيركل رايت هاند سايد. وطبعا هذول تنيناهم كونستنتس حتى نضمن انهم ما يتغيروا. والآن شو نساوي فيهم؟ طبعا مرة أخرى كنا نقدر نكتفي قبل المين إنه نجعله هذا بس بروتوتايب، وبعد المين نذكر التعريف الكامل له، بس هذا الشيء أتوقع على مستقر عندكم زي ما سوينا بالفانكشن هذا. داخل الكلاس تذكر البروتوتايب، بعد الكلاس تذكر الامبلمنتيشن، نفس الشيء. أي ستاند ألون فانكشن مثل أوبريتر ماينس في حالة نهاية كان ممكن نكتفي هون بالبروتوتايب، وبعد المين نذكر الفول امبلمنتيشن له. يا سو شو بدي أساوي هذا؟ بدي أعرف سيركل جديدة، وهاي السيركل خلينا نسميها برضو ريزلت، ما بضرش ريز للاختصار. الآن ريز دوت سوري دوت سيت تساوي ايش؟ ال left hand side dot get، مشان نجيب ال radius تبع ال left hand side، ناقص ال right hand side dot get، واخيرا return res object. الان حتى نتأكد من انها هاي عملية الطرح شغال، ال subtraction شغال، ممكن نقول له مثلا b تساوي c minus a، وبعدين نطبع شو هي قيمة ال b ونشوف كيف راح تكون النتائج. خلينا نستثني هاي البرنت ونشوف كيف راح تكون النتائج الآن. so أولا ال 34 هي فعليا جمع ال a وال b اللي أصبحت ال c. الآن ال b بدنا نطرح من ال c اللي هي 34 radius تبعها، ناقص radius ال a اللي هو 20 راح تكون 14، وهو النتيجة. اوكي، حتى اللحظة غطينا بعض العمليات الحسابية، بعض العمليات المنطقية. الفيديو اللاحق راح نغطي بعض السبيشال كيسز. قبل ما انهي هذا الفيديو حاب اضيف على العمليات الثانية،
شويه. طبعا هون كان يرجع بوليان، كنا نقدر نخليه يرجع انتجر اذا حبينا، وتكون عمليه الاكبر من او يساوي عمليه اي عمليه بين الدوائر ما تريد. بس القصد انك ما تنشئش انواع جديده لا يعني انك ما تنشئ، سوري، ما تنشئش، مش ما تنشئش انواع جديده. كل الكلاسز فكرتها انك تنشئ انواع جديده، ما تنشئش عمليات جديده فكرتها مش انك اوريدي العمليات الموجوده ما تفكرش بها بمنطق اخر. اوكي، في قضيه كمان، ممنوع تعيد تعريف العمليات اللي اوريدي معرفه. مثلا عمليه الجمع بين تو انتجرز هي عمليه الجمع الحسابيه او تو فلوتس، ما تقدرش تعيد تعريف البلس سيمبل بين رقمين بحيث انه يصير يشتغل ضرب مثلا. لكن ممكن يكون تعريفك للبلس بين تو سيركلز انه يضرب الريدس بالريدس هذا، ممكن. سو هون كنا نقدر الجمع هذا يكون بريتر بلس، انه يضرب لي الريدس الاول في الريدس الثاني يزيد له 50. هذا المنطق تبع الضرب او الجمع دائرتين، هيك يشتغل الجمع بين دائرتين مثلا. اوكي، بس منطقيا it's fine to keep it as is. كنا ممكن نخليه يرجع انتجر جمع تو سيركلز، او الاكبر من او يساوي يرجع لي برضو مثلا سيركل، السيركل الاكبر بينهما مثلا. الان بدي عملية مثلا جمع او سؤال، هل نقدر نعمل اوبريتر هل نقدر نعمل اوفرلودنج للاوبريتر اوفرلودنج؟ هل نقدر عملية الجمع نعطيها اكثر من تعريف بين السيركلز، او مش بين السيركلز، بين سيركل وطرف ثاني؟ الان يس، الان رجع لي سيركل اوبريتر بلس، واعطيني هنا كونستانت انتجر. اوكي، ديفرنس انتجر، شو يعني هاي؟ هاي راح تسمح لك الطرف الشمال، مع انه منبر الطرف الشمال دائما من نوع سيركل، الطرف اليمين راح يكون انتجر. طب شو اساوي؟ عرف لي السيركل ريزلت، و الانتجر اعطي اسم هنا اي، و ريزلت دوت سيت خلي لي اياها الليفت هاند سايد اللي هو تقدر تصله مباشرة radius بلس اي، وبعدين return result. يعني اصبح عملية الجمع معرفة بين two circles، بين circle و integer، ودائما السيركل على الشمال. اوكي، وبعد شوية راح نخليها على اليمين. مش عارف ليش نعترض هون، لأنه كنا حاطين الريتيرن أصلا وبعده على ما تقدم. سو هاي تسمح لي إني أقول له A زائد 33 السي، ال A أصلا الريدس تبعها 20 زائد 33 راح يصير 53، فهي راح تطلع 53. أول شي راح تطلع الصفر، بعدين 53 سي. طيب ماذا لو بدي اخليه يجمع هنا؟ مش A زائد 33، بدي اياه 33 زائد A. لاحظ انه راح يعترض عليه، راح يعترض عليه لانه هو معرف عنده سيركل زائد سيركل، معرف عنده انتجر زائد انتجر، او رقم زائد رقم بشكل عام، معرف عنده سيركل زائد انتجر، لكن مش معرف عنده انتجر زائد سيركل. الترتيب مهم في هذا الموضوع. كيف بدي اضيف انتجر زائد سيركل؟ السؤال هل اقدر اضيفه هون؟ الجواب مطلقا لا، اللي هي القاعدة هاي. اي عملية الليفت هاند سايد تبعها مش اوبجكت من الكلاس تبعي، ممنوع اخليها ممبر بالكلاس تبعي، ما اقدرش اصلا، لانه كممبرز الليفت هاند سايد محجوز لل الاوبجكتس من هذا الكلاس. لذلك انا مضطر اعملها نون ممبر، سواء بدي اعملها فريند ولا نون فريند، بس اقدر اعيش من غير الفريند. خلينا نعملها فريند هاي تجاوزا. سو بدي اضيف هنا اولا فريند
شيء رجع سيركل اوبريتر بلس بياخذ كونستنت انتجر ريفرنس وياخذ كونستنت سيركل ريفرنس. اوكي سو في راح يكون عندي اوبريتر بلس بيرجع لي سيركل بياخذ انتجر وسيركل كلنا نقدر نخليه فلوت على فكره مشان نوسعه او حتى دبل ما حد يشوف ما يضرش وهذا كنا نقدر نخليه دبل كله مش مشكله وهذا كنا نقدر نخليه دبل حتى نوسع الطاقة كنا نقدر نضيف له whatever we wanted yeah. طبعا القضية حسب احتياجاتنا إذا السيركلز عندنا معرف دائما عن صاحب أقطارها بأعداد صحيحة it's fine نخليه دبل yeah. So خلينا الآن نعرف هذا الفانكشن اللي بياخذ ياخذ أحد أطرافه دبل خلينا نسميه دي والطرف الثاني سيركل خلينا نسميه رايت هاند سايد. شو بده يساوي؟ مرة أخرى نفس اللوجيك بده يعرف اوبجكت من نوع سيركل خلينا نسميها بنفس المنطق ريزلت وراح يرجع ريزلت بالنهاية مشان هذا الايرور راح تلاحظ انه راح يختفي بس قبل ما يرجعها شو بده يساوي؟ ريزلت دوت ما فيش داعي للست خلاص radius لأنه friend function تساوي الدبل دي زائد ال rhs dot radius yeah. لأنه friend function you can do this result to in it and هذا statement بطلت كل شوي كانت problematic وعن نفس الارك في 33 لان غيرناها الان لو سويناها 55 زائد اي سب راح تصير 75 الارك الثاني يا هذا موضوعنا حتى الان الاوبريتر اوفرلودنج الافكار الكبرى في المره القادمه الفيديو اللاحق راح يكون عن some special cases اللي هي حكينا لكم الاسايمنت اوبريتر ممكن نعمل انسيرشن واكستراكشن مشان السينوس سي تصير يشتغل تقدر بعد شوي تقدر تعمل طبعا الاساينمنت في حالات يكون في عندك بوينترز احد الممبرز بوينترز او في عندك دايناميك الوكيشن في ميموري حتى تتجنب الميموري ليك يفضل مش يفضل انت كمبرمج مسؤوليتك انك تعمل اوفرلودنج للاساينمنت اوبريتر وتذكر انه الاساينمنت اوبريتر لازم يكون ممبر فانكشن هذول حتى تسمح تعمل overloading لهذول الاثنين حتى تسمح للسي اوت والسي ان بعد شوي تقدر تعمل سي اوت اي مباشرة سي اوت اي هون الان ما تقدر تعمل سي اوت اي راح يعطيك ايرور لانه مش معرف الانسيرشن والاكستراكشن للاوبجكت اللي منه سيركل راح نتعرف على الانكريمنت والديكريمنت البوست والبري وراح نقول لكم كيف تميزوا بين البوست والبري في الفيديو اللاحق ان شاء الله يعطيكم العافية نلتقي